بعدما عرضت أخباره الآن بالأمس كيف أن الجماعات المسلحة يزداد إجرامها في رمضان، وأخذنا أفغانستان مثالا حيث التقينا عددا من المتضررين بهذه الأعمال. تنقلت كاميرا أخبار الآن بين كابل وولاية تاخار شمال البلاد، حيث لمسنا أيضا كيف أن المواطنين الأفغان في المقابل يزداد إصرارهم على نبذ العنف، ويأملون هناك كما باقي مسلمي العالم أن يعم السلام العالم، ويقولون إن شهر رمضان هو أفضل فرصة في كل سنة لنشر فكر الحياة والخير وتقبل الآخر. دعوات أطلقوها للاتعاظ من معاني هذا الشهر الفضيل، معتبرين الهجمات الإرهابية التي ترتكب باسم الدين ما هي إلا خروج عليه. شهر رمضان فرصة كبيرة للرجوع إلى الله وفرصة لتحسين الوضع النفسي والأخلاقي. الترحيب بهذا الشهر يكون بتجهيز النفس لقبول الحسن ورفض السيء. على الشعب الأفغاني بل وعلى جميع المسلمين استغلال هذا الشهر والتقرب إلى الله. إن الذين يدعون الإسلام وحتى في هذا الشهر يقومون بما يخالف الإسلام من قتل ودمار للبلدان، عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يراجعوا أنفسهم. إن ما حدث في كابول مجزرة بشرية لا يقوم به إلا من ينكر رحمة الله وعظمة هذا الشهر العظيم. نحن نرى وللأسف بأن الحرب تدور ويتم قتل الناس الصائمين، وهو مخالفة لأمر الله وخروج على مقتضيات ورسالة هذا الشهر العظيم. رمضان سيد الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبما أن هذا الشهر أنزل فيه القرآن لذلك هو شهر الهداية والرحمة، وهو شهر نموذجي للعيش في رحمة الله وفي تسامح وسلم مع من حولنا. إن من يدخل رمضان ينبغي أن يخرج من صدره الكراهية والشحناء. إن الإنسان ينسى ويغفل، لكن رمضان يوفر له فرصة ليتذكر ويذكر رسالته البشرية وأن يتعلم طريقة عيش طيبة. لا ينبغي أن يقاطع بعضنا البعض في هذا الشهر، وعلينا أن نرجع إلى صلة الرحم والمحبة مستغلين شهر رمضان. يحمل رمضان معه رسالة الوحدة. علينا نحن أن نتعلم من صوم واحد وإفطار واحد بأننا على طريق واحدة ونحو مصير واحد. لا يمكن أن نؤدي حق هذا الشهر الكريم فقط بالكف عن الأكل والشرب. رمضان يعلمنا العيش من أجل الآخرين والتصدق بما رزقنا الله. هذا الشهر يشكل مدرسة كبيرة يراد منها تصفية العقول والقلوب من كدر الحياة اليومية وبناء ثقة اجتماعية. علينا أن نستقبل هذا الشهر بالكرم والعطاء، وأن نبذل ما بوسعنا لتحسين الوضع العام والعمل على إحلال السلام وإخراج البلاد من ويلات الحروب والعداوات. استقبال از ماه مبارک رمضان یکی از سنت‌هایی است که در دین نوین اسلام به ما دستور داده شده. الترحيب بالشهر الكريم يكون بتجهيز النفس لعظمة هذا الشهر، فهو شهر يوعد الشر وينادي بالخير وتعميم الخير. يمكن لنا أن نراجع أنفسنا وأن نؤدي مسؤولياتنا بشكل أفضل في هذا الشهر. العفو والمحبة من أهم هدايا رمضان، وعلينا أن نقبل هذه الهدايا. رسالتي للذين ينخرطون في أعمال العنف والقتل والدمار باسم الإسلام هي أن يكفوا عن هذا السلوك الذي ينافي رمضان في كل شيء.